سلام من الله عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم. والبداية كما جرت العادة بإطلالة سريعة على أهم العناوين. البداية من موقع اليمن اليوم، وفيه نقرأ نص كلمة أحمد علي عبد الله صالح بالذكرى 39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. العميد طارق صالح يكرم جرح المقاومة الوطنية. وكالة الثاني من ديسمبر أوردت العناوين التالية: العشرات في معتقلات الحوثيين، محاولة انتحار مدير قسم شرطة سجين بصنعاء. الحديدة إصابة مواطن برصاص قناص حوثي في الدريهمي. الساحل الغربي أورد الآتي: ابردوا لكم من أبوه خلوه يموت. مسؤول محلي في عمران توفي في سجن الحوثيين. حرب اليمن ومجلس الأمن يهيمن الشك حول المسار السياسي. أخيرا دخان من مكتب جروندبرغ، موعدنا الشهر القادم. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: نص كلمة أحمد علي عبد الله صالح بالذكرى 39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. الحديدة قصف حوثي استهدف أعيانا مدنية بمركز تحيتا والفازة. مسام يتلف 4743 لغما وقذيفة حوثية في شبوة. خسائر حوثية بقصف جوي في مأرب. في موقع نيوز يمن نقرأ: كورونا يمنيا، تحذيرات من انتشار المتحور دلتا في صنعاء. فريق الخبراء لم يقتنع ببراءة البنك المركزي ومجموعة هائل سعيد. بيانات أوائل الشهادة الأساسية تكشف عن جريمة حوثية بحق التعليم. موقع عدن الغط طالعنا بالعناوين التالية: مسؤول محلي بعدن: هذا ما حدث بعد أن تخلينا عن علي عبد الله صالح. الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن يقدم خارطة طريق لوقف النزاع في اليمن. لماذا انهارت العملة المحلية في عدن واستقرت في صنعاء؟ في صحيفة الشارع نطالع: مأرب، مواجهات وغارات جوية مكثفة تكبد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. الهجرة الدولية ترصد نزوح نحو 50,000 شخص في 13 محافظة يمنية منذ بداية العام. مفوضية اللاجئين تكشف عن نزوح ما يقرب من 24,000 شخص منذ بداية العام في مأرب. من الصحف العربية الشرق الأوسط: النقد الدولي يزيد احتياطي اليمن 70%. انقلابيو اليمن يبتزون تجار لتحويل الواردات عبر الحديدة. في موقع الحدث الإخباري نطالع: في إب ميليشيا الحوثي تحول ملعب إلى صالة أفراح لزفاف أحد قادتها. برلمان اليمن: سنعقد جلساتنا في الداخل قريبا. وأخيرا من سبوتنيك: نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح يثمن جهود روسيا في رفع العقوبات عنه. أهم بنود مسودة الاتفاق الذي يتم إعداده في عمان: هل قرر العالم وقف الحرب في اليمن؟ المؤتمر قوة أصيلة ترعب الطارئين، تحت هذا العنوان أورد الكاتب أحمد غيلان مقالا جاء فيه: حملة إرهابية شنت ميليشيا الخيانة والعمالة والكهنة الحوثية ضد المؤتمر والمؤتمرين، ضغوطات وتهديدات مباشرة وغير مباشرة على المؤتمرين حتى لا يحتفلوا بذكرى تأسيس المؤتمر. هذه ليست مؤشرات قوة لميليشيا الخلافة ولا مؤشرات ضعف للمؤتمر في مناطق سيطرتها، بل العكس تماما. لو كانت ميليشيا الخلافة قوية وواثقة من نفسها ما أخاف احتفال مناسباتي، وهي التي تقيم فعاليات التعبئة والتحشيد والزيف والخرافة على مدار السنة. ولو كان المؤتمر ضعيفا ما ارتجفت الميليشيا من فعالية سنوية واحدة يقيمها بمناسبة ذكرى تأسيسه. لا تنكسروا ولا تبتئسوا أيها المؤتمريون، فأنتم رقم كبير وتنظيمكم رقم كبير، وفعالياتكم ما زالت ترعب الخونة والمرتعشين والطارئين على الحياة السياسية وعلى التاريخ والجغرافيا.
تماسكوا وحافظوا على قيمكم وكونوا على أهبة الاستعداد للقادم الذي لن يكون بإذن الله أسوأ مما قد مضى. إن كل يوم يمر تثبت فيه هذه الميليشيا الإجرامية أنها لا تستطيع أن تسجل لنفسها حضورا يمكن أن يحترمه الناس، وبالمقابل يتأكد لكل ذي عقل أن الفعاليات التعبوية التي تنظمها طوال السنة لا قيمة لها ولا وزن ولا تأثير في نفوس الجماهير، بل هي مثل أفعالها السوداء التي تزيد مساحة احتقارها ونفور الناس منها وتوسع دائرة الحقد والسخط عليها. لم يستطع هؤلاء الطارئون الطفيليون أن يسجلوا لأنفسهم مساحة احترام، وقد استخدموا وسخروا كل إمكانيات الدولة ومؤسساتها وما نهبوا من إمكانيات وممتلكات الناس، فلم يعد لدى هؤلاء الكهنة ما يستطيعون فعله سوى منع الآخرين من فعل أي شيء. تماسكوا أيها المؤتمرون ولا تستهينوا بأنفسكم ولا بتنظيمكم، وما دمتم على قيمكم ثابتين فأنتم قوة كبرى يصعب تجاوزها اليوم وغدا وبعد غد. وما دامت فعالية احتفالية لكم ترعب هؤلاء، ورفع صورة للقائد المؤسس الشهيد علي عبد الله الصالح يرعبهم وذكر اسمه يصيبهم بالخبال، فاعلموا أنكم قوة تخيف عدوكم، وأن وفاءكم لرموزكم قوة ترعبه، وأن هذا العدو مجرد كومة من القش إن لم تحرقها شرارة نار ستبعثرها الرياح ولو بعد حين. ولمناقشة ما تناوله المقال وأيضا الجوانب المتعلقة باحتفاء المؤتمر بالذكرى 39 لتأسيسه في الكثير من المحافظات اليمنية والعواصم العربية والأجنبية، أرحب بضيفي من القاهرة الإعلامي مطهر الريدة. أستاذ مطهر، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. كما هي تحية لمن سينضم إلينا عبر الهاتف، وقبل النقاش نتوقف عند هذا الفاصل القصير. أستاذ مطهر، كما جاء في عنوان المقال المؤتمر قوة أصيلة ترعب الطارئين، برأيك لماذا تفزع ميليشيا الحوثي عند كل ذكرى لتأسيس هذا الحزب العريق؟ أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام في الداخل والخارج. حزب المؤتمر الشعبي العام استقى مبادئه وأساسه وثقافته وتوعيته وطموحه من خلال الأهداف الثورة اليمنية المباركة 26 سبتمبر، فبالتالي هذا الرعب الذي يصيب هذه الميليشيات ليس يعني من فراغ، ولكنه من خلال أسس ثابتة وأساسية وواضحة المعالم يعني قامت ضد هذه الجماعة الكهنوتية السابقة، وبالتالي هم الآن يعني لا يريدون لهذه المكونات السياسية أو لهذا المكون السياسي بالذات مؤتمر الشعبي العام أن يعني يتحرك أو يعني يعيد للناس وللأجيال المبادئ الأساسية لهذه الثورة المباركة، ويعني هذا الأمر الأول. الأمر الآخر أن هذه الميليشيات بكل معاني يعني الديمقراطية والتعددية والحزبية والتفاهم والصوت الآخر هي تمنع ذلك بشكل كامل جدا، لا تريد صوت غير صوتها هي، لا تريد أي مكون سياسي يكون له باع، يكون له جماهير، يكون له انطلاقة، يكون له مبادئ، لأنها تخاف من أي شيء، من أي مكون، ما بالك بحزب المؤتمر الشعبي العام الذي هو أساسه الوطنية والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتعددية، وكان البيت الأول لكل الأحزاب السياسية التي بعد ذلك تفرخت من هذا الحزب العريق، الحزب الجمهوري والحزب الوحدوي. فبالتالي هذه الجماعة لا تألو جهدا بمنع أي احتفال، بمنع أي تظاهرات، بمنع أي اجتماعات لقيادات الحزب أو لأفراد الحزب أو لأعضاء الحزب في الجمهورية اليمنية. نعم. وتعمل بشتى الطرق لمنع هذه التظاهرات. عموما للمزيد من الحديث حول الذكرى 39 لتأسيس المؤتمر وتأسيس المؤتمر الشعبي العام، أرحب بضيفي عبر الهاتف
الشيخ عبد الواحد الدعام عضو مجلس الشورى. شيخ مرحبا بك. الشيخ عبد الواحد هل تسمعوني؟ اهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله يا شيخ، نود من خلال هذه المناسبة شيخ الحديث عن أبرز المنجزات التي تحققت للوطن في ظل حكم المؤتمر الشعبي العام طيلة 3 عقود، خصوصا أنك من السياسيين المخضرمين الذين عايشوا وعاصروا فترة ما قبل المؤتمر وما بعده. المؤتمر هو حزب صمام الأمان للشعب اليمني، والمؤتمر هو من جمع الشعب اليمني، ويجب عليه أن يتبع النداء الذي قاله القائد الزعيم علي عبد الله صالح: يثور يثور يثور. نعم. ثور حول على هذه الفئة الباغية التي أجت كثرة أبناء الشعب اليمني في كل بلاد. أتمنى شيخ عبد الواحد لو تسمعني من التليفون وتطفئ التلفزيون من أجل ألا يتأخر الصوت. شيخ عبد الواحد، يعني في ظل حكم المؤتمر الشعبي العام تحققت الوحدة اليمنية بالشراكة مع الحزب الاشتراكي، وبعد ذلك كان هناك التعددية السياسية. أهمية ترسيخ التعددية السياسية والحزبية وأيضا النهج الديمقراطي في اليمن بعيدا عن خرافة الإمامة التي ظلت تحكم اليمن لألف عام. المؤتمر هو مظلة كان لجميع الأحزاب، وهذه جمع أبناء الشعب اليمني، والمؤتمر من حقق الوحدة، والمؤتمر من حقق المنجزات العظيمة، والمؤتمر هو صمام أمال الشعب اليمني. فعلى كل مؤتمر أن يجتمع ويتوحدوا ضد هذا الفئة الباغية الذي قضت على زعيم المؤتمر الزعيم علي عبد الله صالح، ويجب عليهم أن يستمعوا لما قاله يومها في 4 ديسمبر بندائه العظيم الذي قال: ثور 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 يا الشعب اليمني ضد هذا الفئة الباغية. ويجب عليهم أن يثوروا وأن يقاتلوا وأن يحرروا بلادهم من هذا الفئة الشرذمة الباغية الكهنوتية. نعم، أرجو أن تبقى معي شيخ عبد الواحد، وأيضا للمزيد من النقاش والحديث أرحب بضيفي عبر الهاتف فتحي بالأزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. أستاذ فتحي مرحبا بك. أستاذ فتحي هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بفتحي بالأزرق. بالعودة إليك أستاذ مطهر، في ظل هذه المناسبة يعني كان هناك مشاركة شعبية واسعة وأيضا زخم إعلامي وجماهيري كبير، ربما من الكثير من الأحزاب التي يعني نادت في فوضى العام 2011 بإسقاط النظام وإسقاط المؤتمر. هل تعطي هذه الرسائل مؤشرات إيجابية بأهمية توحيد الصف الجمهوري ضد ميليشيا الحوثي؟ هو طبعا بلا شك أن ما حصل في 2011 فتت اللحمة الوطنية التي كانت مبنية على أسس ثابتة، توالت يعني البعض مثل ما نقول يعني الأجندات الخارجية إلى بعض الأحزاب السياسية خصوصا في يعني الشأن الداخلي اليمني، فبعدتهم تماما عن المصلحة الوطنية وأصبحت مصلحة أحزابهم هي الأساس. فبالتالي
ضاعت كثير من المبادئ الأساسية لمناهج هذه الأحزاب السياسية، فبالتالي استخدمتها ميليشيات الحوثية واستفادت منها فيما بعد لزيادة التفرقة بين الأحزاب السياسية والسيطرة على بعض أفرادها الذي لا زالوا في يعني في الداخل، والذي لا زالت بعض المحافظات مسيطرة عليها هذه الجماعة الحوثية. فما يحصل الآن من زخم يعني واحتفالات لحزب المؤتمر الشعبي العام والتهاني التي أتت من كل الأحزاب السياسية وبحب وليست من خلال يعني المجاملات، لا، أصبح الآن بطريقة حب. يعني لو شاهدت معي بعض التغريدات لقيادات الإصلاح وقيادات الأحزاب الناصري والاشتراكي وغيرها من الأحزاب لتهنئة حزب المؤتمر بهذه المناسبة، تحس أنها بحب، لأنهم افتقدوا جزء كبير من العملية الديمقراطية التي كانت في يعني أوجها أثناء يعني ما قبل 2011. نعم. فكنا نعيش في رخاء ديمقراطي، كنا نعيش في جو تعددي سياسي، كنا نعيش في جو حرية وحرية رأي وحرية رأي آخر، وكانت الأحزاب السياسية تحت مظلة الجمهورية لا يخاف، كانت الأحزاب كلها يعني المرشحين الانتخابات في الانتخابات النيابية والانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية الانتخابات المحافظة كلها كانت تجتمع على أسس ثابتة، أسس ديمقراطية، لم تكن هناك أي فجوة ما بين الأحزاب السياسية، كان هناك يعني سباق سياسي. نعم، وهو كان بدليل مصرح. أستاذ مطهر، أن الكثير من الانتخابات أجريت سواء على مستوى الانتخابات البرلمانية بثلاث دورات أو انتخابات المجالس المحلية والانتخابات الرئاسية بدورتين. وهنا اسمح لي أن أعود إلى الشيخ عبد الواحد الدعام. شيخ، هل أدركت القوى الوطنية أن العدو الأبرز للجمهورية والنظام الديمقراطي هو ميليشيا الحوثي التي أعادت اليمن إلى 1000 عام بالحديث عن الخرافة وخرافة الولاية وأيضا الاصطفاء الإلهي وما إلى هنالك من حالات القداسة التي تريد أن تضفيها على نفسها؟ هذا الميليشيا هي فعلا تسعى لهذه الخرافة لكي تتغرد على الشعب اليمني وتسيطر على أبناء الشعب اليمني، البعض المغفلين الذين يستمعون لكلامهم. وأما المؤتمر هو من حرر الشعب اليمني، والمؤتمر هو كان مظلة لجميع الأحزاب، وكانوا أكثرهم داخلين في المؤتمر، ولكن عندما ظهرت الميليشيا الكهنوتية ضموا معهم، وما كانوا يظهروا معنا إلا مظاهرة، ولكن الأحرار أدركوا مظاهرة الذين كانوا في البلاد الفقير الشعب اليمني، وأرادوا أن يضبطوا على أبناء الشعب اليمني ويحرقوا الأطفال ويكسروا المدارس ويدمروا الجوامع ويعملوا كل الموبقات في الشعب اليمني. يجب على الشعب اليمني أن نهضة واحدة ويتكتف ضدها الوطن واحدة إلا. نعم، الشيخ عبد الواحد الدعام عضو مجلس الشورى، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. أيضا للحديث أكثر أرحب بضيفي عبر الهاتف الشيخ منصور بن صالح الصيادي، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب. شيخ منصور، مرحبا بك. أهلا وسهلا. شيخ منصور، لو تحدثنا عن تفاعل المؤتمر فرع مأرب مع الذكرى 36 لتأسيس هذا الحزب الرائد. أولا في البداية أشكر قناة اليمن اليوم بكل قطاع وكل طاقمة، والذي من خلالها أتقدم باسمي وكل قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام إلى كل القيادات السياسية وإلى كل الشعب اليمني الحق. أما المؤتمر الشعبي العام هو
باسم ضرح نائب والكل يقول المؤتمر الشعبي العام أمل الأمة، المؤتمر الشعبي العام أمل الجماهير في كل مختلف ربوع الوطن، المؤتمر الشعبي العام هو حزب الوطن، حزب الوسطية، حزب البناء منذ تأسيسه بقيادة مؤسسه الشهيد علي عبد الله صالح رحمة الله عليه. نعم. وفي المؤتمر الشعبي العام استطاع في ظل حكمة لتحقيق كل أهداف الثورتين 26 سبتمبر والرابع من الرابع وثورة الرابع من وثورة 14 أكتوبر مع كل الشرفاء، لا أستطيع أو غيري أن أشرح من جزات هذا الحزب العملاق، هذا التنظيم الذي دفع الغالي والرخيص في البناء الأرض والإنسان في كل ربوع اليمن. نعم شيخ منصور، كنت سألتك حول تفاعل فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب مع الذكرى 39 لتأسيس المؤتمر، هل أقمتم عددا من الفعاليات وكيف كان الإقبال من قبل منتسبي المؤتمر الشعبي العام؟ المؤتمر الشعبي العام فرع مأرب هو يتفاعل مع كل الذكريات سواء كانت هذه الذكرى أو الاحتفالات أو كل الفعاليات، المؤتمر الشعبي العام فرع مأرب هو يواكب كل أحداث وفعاليات ذكرى المؤتمر الشعبي العام وكل فعالياته. نعم، ما هي الرسائل التي يريد فرع المؤتمر الشعبي العام في مأرب إيصالها من خلال الذكرى 39 لتأسيس المؤتمر، خصوصا في ظل يعني طرح ميليشيا الحوثي لما تسمى بالمبادرة لوقف الهجوم على مأرب، وفي ظل الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي تشهدها بلادنا جراء الانقلاب الحوثي؟ رسالة فرع المؤتمر الشعبي العام محافظة مأرب هي رسالة تصالح وتسامح لكل القوى السياسية، أما بخصوص ميليشيات الحوثي وكل ميليشيات الإرهاب نتنافى معها جميعا سواء كان فرع المؤتمر الشعبي العام أو كل الفروع أو كل القيادات السياسية، أما بالنسبة لفرع مأرب فهو مع التصالح والتسامح فيما بين القوى السياسية ووقف نزيف الدماء في كل ربوع البلد ليس في محافظة مأرب بحسب، وإنما نطالب فرع المؤتمر الشعبي العام بوقف سفك الدماء والتصالح والتسامح فيما بين القيادات السياسية والأحزاب المتناثرة، أما الحوثي وميليشيات الحوثي فهي لن تستطيع ولم تستطيع أبدا المساس بمحافظة مأرب ما هي. نعم الشيخ منصور بن صالح الصيادي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. بالعودة إليك أستاذ مطهر، يعني الكثير من الزخم الشعبي والجماهيري وربما ما لفت الانتباه هو الكثير من الحملات الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي كحملة المؤتمر مستقبل وطن، وأيضا تفاعل الكثير من الشخصيات في الأحزاب الأخرى بوضع شعار المؤتمر على الصورة الشخصية، إن دل ذلك فعلى ماذا يدل أستاذ مطهر؟ جميل جدا. طبعا هذا الزخم الوطني الذي انبنى لأبناء اليمن سواء كانوا في الداخل أو في الخارج بهذه المناسبة والاحتفال بهذه الذكرى العطرة دليل على العودة إلى حضن الوطن، حضن الدولة، حضن الجمهورية، وليس إلى حضن ميليشيات. يعني ما يثلج الصدر أن هذا المؤتمر جميع فئات الشعب يعني يقر له أنه ولد من رحم الجمهورية اليمنية ومن رحم الوطن وليس يتبع أي أجندات خارجية سواء فئوية أو مؤدلجة تبع أي جهة خارجية، هو حزب الوطن. فبالتالي كل من يعني شارك في هذا العرس الديمقراطي وهذه التغريدات الجميلة وهذا هذه الذكرى القوية على قلوبنا هم يعني لا زالوا في هناك بذرة يعني وطنية وجمهورية في قلوبهم وفي عقولهم.
ما على المؤتمر الشعبي العام إلا أن يثبت، وهو أثبت ذلك يعني منذ نشأته. أنت تتخيل معي يعني ثلاثة يعني عقد من الزمن بالثلاثة عقود، نعم. يعني يعتبر جيل كامل، يعني نعم. نحن تربينا على منهاج معين حتى تصل إلى 30 سنة من عمرك وأنت يعني تظل في إطار جمهورية ووحدة وديمقراطية وتعددية سياسية، يعني تربينا على هذا النهج. يعني يعتبر الآن ما على المؤتمر الشعبي العام وقياداته وكوادره إلا أن يكونوا لحمة واحدة لكي يحققوا للشعب اليمني هذا الاصطفاف. نريد لهذا الحزب أن يكون هو الحاضنة الأساسية لما تبقى من بعثرة المجتمع اليمني وأحزابه وتفككه في الداخل والخارج. نريد له أن يكون بشكل ما بطريقة ما، لا نريد أن يظل في صراع مع الأحزاب السياسية الأخرى، بل يحتوي الأحزاب السياسية لأنه كبير، هذا الحزب كبير، وليس من السهل علينا أن نختزله في إطار معين أو في زاوية معددة أو بقيادة معينة. المؤتمر يشمل الجميع وسيشمل الأحزاب السياسية التي تفككت الآن خارج الوطن وداخله. فهذه نقطة مهمة جدا لابد أن التنبه لها من قبل قيادات المؤتمر الشعبي العام في الفترة التي نحن الآن نحتاج إلى هذا الاصطفاف. جميل. عموما للمزيد من النقاش سيكون معنا عبر الهاتف الشيخ محمد العبدلي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في البيضاء، ولكن قبل ذلك نتوقف عند مقال للكاتب فتحي بالأزرق بعنوان حقائق مؤتمرية. 10 حقائق ذهبية عن حزب المؤتمر الشعبي العام في ذكرى تأسيسه. الحزب اليمني الأكثر عمرا في السلطة، الحزب اليمني الوحيد الذي وصل إلى السلطة سلميا دون ما أي حرب، الحزب اليمني الذي شهدت في عهده اليمن أكثر فترة أمن ورخاء وسلام وعمار وتنمية، الحزب اليمني الذي تشكل من كل أبناء اليمن ولم يكن مناطقيا ولا جهويا، الحزب الذي في عهده تشكلت الدولة والجيش والأمن في كافة مناطق اليمن، الحزب اليمني الذي سلم السلطة سلميا في 2011 ولم يشعل حربا لأجلها، الحزب الذي أسس لتجربة ديمقراطية حقيقية تبادلت الناس فيها السلطة سلميا وذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع واختاروا من يريدون، الحزب الذي كان شريكا في أعظم حدث يمني في القرن 20 وهو إتمام وحدة اليمن في العام 1990، الحزب الذي لم نشهد طوال عهده تواجدا أجنبيا غير مشروع في اليمن، الحزب الذي نمنا في عهده آمنين ولم ننتظر موعدا لصرف مرتب ولا انقضاعا لخدمات، ولم تسأل الناس من أنتم ولا من أين وإلى أين. أستاذ مطهر، استمعت إلى ما جاء في المقال وإلى الحقائق التي أوردها الكاتب فتحي بالأزرق، ومن ذلك الحدث التاريخي الأبرز في تاريخ اليمن المعاصر، قيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة الوطنية في 22 من مايو عام 1990 في ظل حكم المؤتمر بالشراكة مع الحزب الاشتراكي، والذي كان ذلك تجسيدا لتطلعات وآمال السواد الأعظم من الشعب، وكان ترجمة فعلية لتضحيات ودماء ثوار 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. لكن هذا المنجز الذي يعني من أجله تم التضحية من قبل العديد من الأجيال، ما هو مصيره يعني في ظل هذه الحرب واستئثار الميليشيا بالسلاح، وأيضا حكاية أنه يعني المناطق المحررة ليست تحت سلطة واحدة، ما هو مصير الوحدة اليمنية التي كما هو في النشيد ستظل عهدا عالقا في كل ذمة؟ وطبعا الوحدة اليمنية هو المنجز يعني الفريد من نوعه في الوطن العربي أو في الجزيرة العربية بشكل كبير بشكل واضح، وكان حلم، يعني لم يكن عبارة عن مشروع، هو كان حلم لكل يمني. ومنذ قيام الثورة اليمنية 26 من سبتمبر المجيدة في 62 وهو حلم اليمنيين في هذه الوحدة، ولولا الله عز وجل وهذا المؤتمر الشعبي العام بقيادة زعيمه المرحوم الشهيد علي عبد الله صالح لما تحققت هذه الوحدة.
نقولها بكل معاني الكلمة. كم من مرات بدأت الإرهاصات لتحقيق الوحدة اليمنية منذ قيام الثورة اليمنية حتى بدأت وانتهت في قيامها وإعلانها في عام 90 في عهد الزعيم علي عبد الله صالح؟ كم من الإرهاصات وكم المجادلات وكم الأخذ والرد في هذا الأمر وتحققت في عهد وفي ظل هذه الفترة وفي ظل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي لم يكن هناك حزب آخر غيره. وبعد ذلك فتحت الأبواب أمام الأحزاب السياسية لكي تكون يكون عرس ديمقراطي للشمال والجنوب والمناطق الوسطى والشرق والغرب من المحافظات اليمنية. ما يحصل اليوم للأسف الشديد من تفكك وتخلخل في الصفوف الأحزاب السياسية ستؤدي إلى نكسة وتؤدي إلى كارثة ببتر هذا الإنجاز، هذا المنجز الهام، المنجز العظيم الذي تغنت به السماء والأرض. نعم. لم يتغنى به فقط المواطن اليمني، تغنت به الحجر والشجر والدواب والسماء، تغنت بهذه الوحدة المباركة. فما علينا إلا أن نحافظ عليها، نحافظ على الأقل على هذا المنجز. نعم. تم تدمير البنى التحتية، كم من المؤسسات التي التي دمرتها ميليشيا الحوثي من المصانع. اسمح لي فقط أستاذ مطهر. نعم. ولو قاطعتك أيضا أن أشرك معنا للحديث عن المنجزات التي تحققت في عهد المؤتمر الشعبي العام. ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ محمد العبدلي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة البيضاء. شيخ محمد مرحبا بك. الله مرحبا شيخ محمد، ما الذي تود قوله في هذه الذكرى لتأسيس المؤتمر الشعبي العام؟ أولا التهاني، إرفاع التهاني لكل المؤتمريين في المناطق المحتلة والمحررة وفي مناطق الجوار. نعم. ونترحم أولا على الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح والأمين العام عارف عرب الزوقة وكل الشهداء، كل شهداء المؤتمر وشهداء الوطن جميعهم. ونقول على المؤتمر الشعبي العام هو حزب الوطنية والاعتدال، هو التنظيم الذي أسست عن طريق استفتاء شعبي ولم يتأسس في غرف مظلمة وسرية مثل بعض الأحزاب إذا لم نقول جميعها. وفتح أبواب المؤتمر في عام التأسيس حيث كانت أكثر الأحزاب تعمل بطريقة سرية، واحتضنهم المؤتمر فترة طويلة، وكان المظلة والمأوى لهؤلاء. إلى بعد قيام الوحدة المباركة والتي تعتبر من أهم إنجازات المؤتمر الشعبي العام بالشراكة مع الحزب الاشتراكي اليمني، واليوم فإن التاريخ يعيد نفسه بالسماع عدس القوم، وتفرقت شيعا وأحزابا مثل ما كان حاصل في العام 82. والمؤتمر دائما هو المبادر من أجل ضم الشمل وتوحيد الناس، وهو مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالمضي قدما في جمع الكلمة ورأب الصدع. هو المؤهل للعب هذا الدور الذي يوحد اليمن ولا يوحد اليمنيين ولا يفرقهم مهما حصل من معاملات على حزب المؤتمر من الصديق قبل العدو، لأن الشجرة العالية هي الذي يتعرض للأذى، وهذا قدر المؤتمر ومصيره. والمؤتمر مطالب بالإسهام في الحياة السياسية، وهو الذي يستطيع إعادة الأمور إلى نصابها وأسعاد الدولة المفقودة والمختطفة من قبل الميليشيات الحوثي الدجال
نعم. أما رسالتنا إلى كل القيادات المؤتمرية، نعم، فالمطلوب أن يوحدوا رأيهم وكلمتهم وأن يتركوا الخلافات إذا وجدت، وهي بسيطة لا تكلف القضية الحاصلة، لأن التاريخ لا يرحم المتخاذلين والمتكاسلين عن أداء واجبهم الوطني. وبحمد الله المؤتمر لا يتوجد في صوفة أجنحة مختلفة على التوجهات، فلدينا الميثاق الوطني، هذه الوثيقة التاريخية التي شارك في صياغتها معظم أبناء اليمن والقوى السياسية جميعها، ولدينا النظام الداخلي والذي يحكم المؤتمرين وهو الملجأ للجميع، ولا خوف على هذا التنظيم الكبير من الخلافات الدينية. وأكبر دليل على تماسك المؤتمر بعد الأحداث التي حصلت في البلد وسقطت أقنعة كثيرة، وظل المؤتمر صامدا في وجه الرياح العاتية التي جاءت من وراء الحدود مثل إيران وميليشيا حزب الله، نعم، وما قصر أكمل من قبل جهات في الداخل، وكانت أكثر حدة وعلى لا لشيء غير الحقد والكراهية للمنجدات التي حصلت في عهد المؤتمر الشعبي العام، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فهم لا يقدرون على تقديم أي شيء. نعم. الشعب اليمني وضحت الفكرة، غير الحقد والكراهية، والمؤتمر ماضي في طريقة مع الشعب اليمني وقضاياه الوطنية. نعم، ولن يثني أحد عن هذا الخط الذي اتخذه المجلس المذكر. شكرا. الشيخ محمد العبدلي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في البيضاء، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. وقبل أن نستكمل النقاش نتوقف عند مقال لفكري قاسم بعنوان الحزب المؤهل لحكم اليمن. أكثر حزب تعايش معه الناس كلهم وفتح قلبه الكبير على مصراعيه لكل اليمنيين شمال وجنوب ومطلع ومنزل، وتدفق مثل الشلال إلى كل بيت وكل حارة وقرية ومدينة في كل محافظات البلد، وخلط الناس وعايشهم وجالسهم وشاركهم المعشر بروح يمنية خالصة، هو بكل تأكيد الحزب الجماهيري الكبير تنظيم المؤتمر الشعبي العام. حزب بكل تفاصيله وبعاسيسه يشبه اليمنيين بكل تفاصيلهم وبعاسيسهم، وما حد غير من كل الأحزاب اليمنية عموما مؤهل لحكم البلاد. وأما ليش مش غيره؟ لأنه أصلا الحزب اليمني الوحيد اللي موجود وحاضر وفاعل في كل شبر وعلى كل أرض في اليمن. بالعودة إليك أستاذ مطهر، سؤال أخير، في ظل هذه الشعبية الجارفة للمؤتمر الشعبي العام، هل بمقدورنا القول أنه فرس رهان من أجل إعادة إعمار ما دمرته الحرب في هذا الوطن، وأيضا رافعة لكل القوى السياسية وشوكة الميزان من أجل العودة إلى النظام الديمقراطي والجمهوري والتعددية السياسية وغيرها من المنجزات التي تحققت طيلة ثلاثة عقود من حكم المؤتمر الشعبي العام؟ هو في الحقيقة العالم كله ينتظر هذا الحزب، ليس فقط أبناء اليمن، ليس فقط 30 مليون أو 35 مليون يمني أو مواطن يمني ينتظر حزب المؤتمر الشعبي، بل العالم كله ينتظر هذا الحزب لكي يعيد الجمهورية، لكي يعيد الدولة، لكي يعيد المواطن إلى وطنه، لكي يعيد التعددية الديمقراطية التي كان اليمن يتغنى بها في المنطقة الجزيرة العربية بأكملها. أعتقد أن حزب المؤتمر خلال الفترة هذه وخلال الفترة المقبلة سيكون على كاهله ملف كبير جدا وثقيل جدا لإعادة الوطن وإعادة مقدراته. ولا ننسى أخي العزيز والمشاهد الكريم أن الدنيا تسحب من 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 منها
المثقفين والعلماء والأدباء والسياسيين والكوادر تسحبهم واحدا تلو الآخر، ويعني فرصة أن نعزي الوطن بفقدان يعني الرجل المناضل الكبير محسن العيني رحمه الله السياسي المحنك. فالدنيا تسحب هؤلاء الناس، فما على المؤتمر الشعبي العام إلا أن يشد همته خلال هذه الفترة لكي يعود بالوطن إلى ما كان عليه والشعب وراءه. أعتقد أن لا يوجد هناك أي خلافات حتى هذه اللحظة، وخصوصا بعدما رأت الأحزاب السياسية يعني أين ذهبت بعد 2011 وما آلت إليه الصورة اليوم من خلال هذه الميليشيات الحوثية التي عبثت في كل مقدرات الدولة وكل منجزاتها. الإعلامي مطهر الريدة، أشكرك جزيل الشكر على هذا الطرح. شكرا جزيلا لكم، والشكر دائما وأبدا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. في أمان الله.